أخبار وحقائق حصرية عن نجوم عالم بوليوود. نجمة بوليوود نورا فتحي تعود وبقوة بعد شفائها ومقتطفة حصرية من إجازتها الغريبة. النجمين كاترينا كيف وفيكي كوشال لن يحتفلا بعيد الحب، والكل يتساءل عن السبب. هل هناك خصام بينهما؟ وما علاقة سلمان خان بما يحدث؟ وما السبب الرئيسي وراء ذلك؟ نجمة بوليوود عليا بهات تفاجئ الجميع بعد إصدار المحكمة العليا حكما قضائيا لصالحها. بماذا اتهمت وما هي المفاجأة التي أعلنت عنها أمام الصحافة؟ وإذا كنتم من متابعي أخبار نجوم بوليوود، لا تنسوا دعمنا بوضع لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وتابعونا على صفحاتنا الرسمية على الفيسبوك والإنستغرام، وشاركونا برأيكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات. وإليكم التفاصيل. منذ أن أعلن النجمين كاترينا كيف وفيكي كوشال خبر زواجهما في ديسمبر من العام الماضي، لم يجتمعا في أي مناسبة خاصة، فهما غالبا ما يكونان بعيدين عن بعضهما البعض ولم يجدا وقتا خاصا لهما. ويبدو أن العروسين لن يحتفلا بأول عيد حب لهما هذا العام كزوجين، إذ كان من المقرر أن يقوم سلمان خان وكاترينا كيف بتصوير اللقطات الأخيرة من فيلم النمر الجزء الثالث في يناير من هذا العام، وقد تم إلغاء جدول التصوير بسبب جائحة. والآن وفقا لصحيفة تايمز، فإن طاقم الفيلم سيستأنف التصوير بحلول منتصف شهر فبراير، ومن المتوقع أن يسافر سلمان خان وكاترينا كيف إلى دلهي في 12 و13 من فبراير لبدء التصوير في 14 من نفس الشهر. وبالتالي لن يحتفل الزوجين كاترينا كيف وفيكي كوشال بعيد الحب. لقد مرت نجمة بوليوود نورا فتحي بمرحلة حرجة وصعبة بعد إعلانها خبر مرضها بالفيروس وخضوعها للاختبار، فكانت النتيجة إيجابية. وبعد مرور شهر على ذلك، عادت نورا فتحي بروح جديدة ومليئة بالإثارة، فهي حاليا في دبي تقضي وقتا مثاليا برفقة أصدقائها المقربين، إذ قامت بنشر صور ومقاطع فيديو تتضمن مقتطفات من إجازتها الغريبة على مواقع التواصل الاجتماعي. إليكم هذه المقتطفات الحصرية. It actually feels surreal. I don't know, I thought I would be scared when I was on my way here, but I'm actually not that scared anymore. Nice. It's a baby. Can I take a picture already? Hi. I think this is my new child. Her name is Halum. And I'm adopting her. What's and it? I'm her new mommy. Halum. Halum. Yeah. Hi guys, say hi to my new friend. Hello, say hi. Hi, she's so pretty. في يوم الخميس خرج النجمين أجاي ديفغان وعليا بهات والمخرج سانجاي ليلا بهانسالي لترويج فيلمهم القادم بعنوان غانغوباي، الذي سيتم إطلاقه يوم 25 فبراير من هذا العام. فقد تم تأجيل الفيلم لأكثر من مرة، وهذا بسبب جائحة، بالإضافة إلى السبب الرئيسي المتمثل في أن عائلة غانغوباي الحقيقية
الحقيقية التي قام بتجسيد شخصيتها في الفيلم رفعت دعوى قضائية ضد عليا بهات وسانجاي ليلا بهانسالي بتهمة التشهير والمساس بشخصية السيدة غانغوباي. فوفقا للتقارير صرحت المحكمة في 22 من ديسمبر من عام 2021 أن الدعوى التي تقدم بها ابن غانغوباي لا ترقى لمستوى التشهير، وبأن عليا بهات وسانجاي ليلا بهانسالي قاموا فقط بتجسيد شخصية غانغوباي المذكورة في العديد من القصص والروايات، وبالتالي حكمت المحكمة لصالح طاقم الفيلم وسمحت لهم بعرض الفيلم في أي تاريخ يحددونه. كما التقطت كاميرات الصحافة كل من عليا بهات وأجاي ديفكان أثناء ترويجهما لفيلمهما القادم، وما أثار انتباه الجميع هو المظهر القوي الذي ظهرت به نجمة بوليوود عليا بهات. إليكم هذا المقطع. Thank you.